خميس، ايه اللي جابك كليتنا؟ خير؟ خير؟ هو اللي يعرفك يعرف الخير؟ ما نمتش لحظة واحدة من امبارح. حصل ايه؟ سايب عندي شنطة افتحها الاقي فيها راجل بيبيع لي. جزء من الجثة اللي احنا بنذاكر عليها. ما تخافش، الراجل مات وشبع موت. ما هو عشان مات وشبع موت لازم اترعب. افرض حد شم الريحه ولا ظبط الجثه، اقول انا ايه؟ اخد انا اعدام؟ وانت بتهمك حاجه يا راجل؟ ما انت قلبها بوظه، ده عمال تعملها دي خميس. يا دين النبي. صباح الخير يا كمال. اهلا نوره، صباح الخير. ليه ما دخلتش المحاضره؟ ما انا كنت لسه داخل. خميس صاحبي طالب في حقوق. بقول لحضرتك ايه؟ ايه؟ الالماظ اللي في ايديك ده حر ولا فالصو؟ حر. وبعدين معاك خميس. يعني انت لفه حوالين صوابعك شقه اسكان فوق المتوسط. بقول ايه؟ ما يلا نلحق المحاضره. مش هتاخرنا. مستنيك تذاكر معاه بالليل. لا ما تستنيش، مش جاي. من حقك يا عم. ممكن اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه؟ اسالي 10 اسئله. يا ترى شعورك ناحيتي زي شعوري ناحيتك؟ يا نورة في فرق كبير قوي بيني وبينك. انت بتيجي في عربية 16 متر وانا باجي في رجل برطوشة. انت ساكنة في الزمالك ولا في جاردن سيتي وانا ساكن في باب الوزير. انتوا حواليكوا الجناين والسوبر ماركت وانا حواليها الترب وارض الغفير. طب وده يمنع اننا نحب بعض؟ واخرتها انت هتبقى دكتور وكل اللي انت بتقوله ده ملهوش قيمة. انت مكانتك عندي ما تتقدرش بتمن. انت لو تعرف انا جوايا ايه من ناحيتك تستغربي. نورة انا في حالة انعدام وزن. طب مش هتروح تكلم بابا؟ بابا مين؟ بابايا انا. اكلمه في ايه؟ يا سلام عليك، تكلمه عشان نتخطب. نتخطب؟ ده انا احمر الخدين صفر اليدين، ما معيش حاجة خالص، لا انا ولا اهلي. لما نتخرج يا اخي، هي الخطبة دي عايزة حاجة؟ نقرا الفاتحة ونلبس الدبل وبعد ما نتخرج نبقى نكتب الكتاب. طيب وليه الاستعجال؟ يعني انت مش مستعجل؟ يا اخي عشان تقدر تيجي بيتنا نقعد مع بعض نذاكر مع بعض. ها قلت ايه؟ نذاكر مع بعض؟ مذاكرة جامدة؟ قوي. يعني يا بابا اتأخرت كده ليه؟ انا كنت قلقان عليك قوي. الحمد لله الحمد لله، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. ألف شكر. ما أنا كمان يا ابني كنت هتورط حتة ورطة. اوعى يكون حد ضحك عليك وخدك حتة بطالة كده ولا كده. الله يجازي شطانك يا كمال يا ابني. قول لي أنت عامل إيه في مذاكرتك اليومين دول؟ والله عبده كويس، شغال ماشي يعني. طيب بدل ما مزاجك حلو كده ورايق، أنا عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. أوي أوي يا كمال يا ابني. قول يا حبيبي. هو أصلي في الحقيقة يعني نويت وهتوكل على الله وهخطب بنت كويسة من أسرة محترمة جدا. نعم. إيه في ما كنا كويسين؟ بقى حضرتك عايز تتجوز وشوية شوية تخلفوا عيال وقع يا عبد الصمد ونخرب بيتك طول ما مخروب؟ لا ده مش جواز، ده خطوبة بس. خطوبة إيه وأندلة إيه؟ خطوبة إيه؟ أنت ما أنتش عارف، أنت مش عارف أنا كنت فين دلوقتي. ما أنا هشرح لك كل حاجة. ما تفتحش بقك، ما تفتحش. أنت عايز تغنيني؟ خلاص يا عبد، خلاص. أنت جننتني، خلاص أنت جننتني. صحتك يا عبد ومش كده. أنا لسه نورة يا دكتورة. تنتهي أنا؟ مش فاكراني، أنا خميس. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيكي. الحقيقة نورة من ساعة ما شفتك وأنت بسمتك مش غايبة عني، مش قادر أنسى إيدك ورسمتها. إيه يا أستاذ اللي أنت بتقوله ده يا أستاذ؟ ده ملخص لأحاسيسي ناحيتك. إيه اللي جابك هنا؟ وإيه الهباب اللي بتهببه ده؟ أنا لسه هببت حاجة. عن إذنك. أنت ليه الأدب؟ إيه ده؟ شايفك عبيط. لا ليك لا في الطورة ولا في الطحين. والبنت معاها فلوس قد كده، ما أنتش قادر تهفهم، هفهم أنا. أنت بني آدم أصولي، أنا ما يهمنيش الحاجات دي. انا يهمني شخصها بس. طب ما تروح تخطبها. ابويا مرضاش ولا بقى غم. وايه اللي هيعرفه انت تخطبها؟ دكاكيني ولما تتخرج بقى قول له. ولو ابوها سالني فين ابوك فين اهلك اقول له ايه؟ يا بقى ده بالبنت شرياك، وما دام البنت شرياك كل ده مش مهم، هتقدر تاثر عليها وعلى ابوها وعلى امها وعلى الجن الازرق. سيب لي انا خطط لك. قول لي هاني بيه خميس بيه. اتفضل موجود.
يا عم احنا ايه اللي جابنا هنا؟ يا بني ادم لازم تلبس وتتهيئ عشان تقابل راجل حماك، دول ناس اكابر هتروح لهم هنا؟ قالت انت كمان، هو راجل بلبسه؟ احسن تسكت اسكت اسكت خليها تصرف. خميس؟ اهلا وسهلا. اهلا يا خميس. طبعا الدكتور كمال صاحبي عارفه. اهلا اهلا وسهلا. احنا عايزين بدله وجزمه وشراب واخر ان تاكل كمال عشان في موضوع عائلي كده. اغسل لك سيفك. قوي قوي يا خميس. اتفضل. 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 اتفضل معايا. اتفضل. لا اللي انت عاوزه. ايه رايك في البدله دي؟ اه زي بعض زي بعض بقى كويس. ايوه بس هي بتطلع ليك قصيره شويه. لا ما انا يعني حددت نفسي فيها. طيب. حتى الواحد يبقى شكله طعم وهو ماشي مدبل كده. يلا يا جدع اسحب له جزمه. اه قوي قوي قوي. 41. مش فيلا حلاوه بيل عن تابلي؟ ايوه. نقول له مين؟ لا هو الحقيقه ما يعرفنيش. قول له كمال. حاضر اتفضل. هقول للمعلم. معلم مين؟ بقول لك عايز ساعات البيت. اهلا وسهلا. حضرتك عايزنا؟ لا مستناش. انا عايز حلاوه بيل عن تابلي. ما هو احنا ابن حلاوه بيل عن تابلي. مش هنا نمرة ستة؟ اه. سيادتك حلاوة بيل عن تابلي؟ قلت لك اه. احلف لك بالطلاق. طلاق؟ لا يا فندم صادق صادق. لا مؤاخذة حضرتك عندك بنت اسمها نورة. انت تعرف نورة؟ لا. ايوه ايوه يا فندم انا زميلها في كلية الزراعة. كلية الزراعة؟ في كلية زراعة ايه بس؟ كلية ال ايه؟ كلية ال كلية الطب يا فندم. احنا في كلية الطب مع بعض. هي كلية الطب. اه اهلا وسهلا. خير؟ خير اللهم اجعله خير. هو في الحقيقة أنا يشرفني يا عمي إني أتأنس وأطلب إيد بنت ساعتك. عايز تتجوز نورة؟ لا أنا عايز أخطبها بس يا فندم وبعدين يبقى الجواز ضمن بعد كده في المستقبل. آه. أنت قلت لي بتشتغل إيه؟ في كلية الطب. عميد، مدير، أستاذ؟ لا يا عمي أقل شوية. أنا زي ما تقول كده زميلها. آه تلميذ يعني؟ تقريباً. وأهلك ما جوش معاك يخطبوها ليه؟ لازم والدك مجهول. جداً. صاحب أملاك؟ نعم. يعني عندك أراضي، مصانع، عمارات؟ لا يا عم احنا بتوع القانون 83. أنا والدي موظف. موظف؟ بيشتغل إيه؟ محضر. أنت سمعت على حلاوة العنتابلي؟ حلاوة العنتابلي مين يا فندم؟ إحنا. لا ما باخدش بالي لا مؤاخذة أصلي ما بقعدش على قهوة يعني. طب اخويا احب اعرفك بقى بحلاوه بيه العنتابلي. احنا ولا فخر مليونجي عم جزرين ملك اللحمه. عارف هي ايه اللحمه؟ اعرفها طشاش الحقيقه يعني. اخر مره كان يوم 4 يوم 6 مش فاكر بالظبط. بطل استعباط يا علي. الله جرى ايه يا عمي؟ حضرتك طماع وهونطاجي وجاي تحرجم على القرشينات. لا روح والدك. لا ده يا عم انت مش واخد بالك ده انا بينتظرني مستقبل باهر. باهر بكام؟ انت عارف اقل صبي عندي بياخد كام في الجمعه؟ 45 جنيه يعني 180 جنيه في الشهر ده غير اللحمه. بس يعني امشي اطلع بره. مش كده يا معلم. بره فين يا معلم؟ بره. اوعى تمد ايدك هتحتب لي. ومش عايز اشوف خلقتك هنا نهائي ولا انا عنتب. يلا ابتديت تتضح. يا بابا كلها كام سنه ويبقى دكتور وليه مركزه؟
الكلام ده كان زمان وجبر، دلوقتي قرشك هو مركزك. الظاهر الواد ده جاي وحاطط عينه على القرشينات، عايز يلهفهم. قرشينات ايه بس يا بابا؟ ده شاب كويس جدا. يعني اتكلمتوا مع بعض ومتفقين يا بابا؟ ما هو ومش بعيد تكونوا بتحبوا بعض ويكون وكلك اسطوانتين عشان يلبش افكارك. يا بابا اسمعي. اسمعي، انا دخلت كليه الطب عشان يقولوا حاجه واحده بس، بنتك الدكتوره راحت، بنتك الدكتوره جت، انما الظاهر انا كنت غلطان. يا بابا ما حصلش حاجه لكل ده. حصل ولا ما حصلش، خلاص فينيتو. من بكره مش هتروح الكليه، وانسي الدكتوره دي نهائي.